بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من المحاضرة الثانية التي بدأناها في الجزء الأول بشرح التركيب العام للبذرة، وعرفنا أن أي بذرة بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية هي القصرة والجنين والغذاء المدخر، وتكلمنا عن كل جزء من هذه الأجزاء بشيء من التفصيل، وعرفنا أن دي ثلاث مكونات رئيسية بتكون البذرة في أي نوع من النباتات، لكن مع وجود بعض الاختلافات بين البذور من حيث طبيعة القصرة، من حيث حجم البذرة، من حيث نوع الغذاء المدخر، مكان تخزين الغذاء، الجنين بيتكون من فلقة واحدة أو من فلقتين. وفي الجزء الثاني ده سوف نتناول شرح بعض الأمثلة التطبيقية على التركيب العام للبذرة، وذلك بشرح تركيب بذور بعض النباتات الاقتصادية. وأول نوع هنبدأ في شرحه هو تركيب بذرة الفول البلدي، كلنا طبعا عارفين بذور الفول البلدي وكلناها، ودلوقتي هنشوف ازاي بنوصف البذرة وصف تفصيلي من حيث الشكل والتركيب، وفي النهاية نقول لكم لو جالكوا حاجة زي كده في العمل وطلب منك توصفها هتوصفها ازاي بشيء من الاختصار. اولا من حيث الشكل، البذرة بتاخد شكل مستطيل تقريبا، بيكون لها سطحين عريضين، ده احد الاسطح العريضة، والسطح العريض الاخر في الجهة المقابلة لها جانبين ضيقين، ده احد الجوانب الضيقة وده الجانب الاخر، وبنلاقي موجود على احد طرفي البذرة ندبة سوداء هلالية الشكل اللي بنسميها السرة، وطبعا السرة احنا عرفناها وقلنا ان هي موضع اتصال الحبل السري بالبذرة او موضع انفصال الحبل السري عن البذرة، التعريفين صح. ولو نظرنا على الجوانب الضيقة للبذرة بنلاقي ان احد الجوانب الضيقة بيوجد في القصرة انتفاخ مثلث الشكل بيسمى بجيب الجزير. ليه سميناه جيب الجزير؟ لان بيخفي تحت منه الجزير، بيحدد لي موضع الجزير، بدليل ان احنا لو شلنا القصرة من على البذرة، وده طبعا بعمله في بذرة منقوعة، لو جبت بذرة منقوعة وشلت القصرة من عليها ونظرت على هذا الجانب الضيق بلاقي ان الجزير اهو بارز خارج الفلقات، فجيب الجزير بيحدد لي موضع الجزير اسفل منه. طيب في عندي كم فلقه؟ في عندي فلقتين، ادي واحده اهي ودي الثانيه، الفلقتين هنا مطبوقين على بعض والمحور الجنيني جزء منه بارز خارج الفلقات وهو الجزير، اما الريشه فبتبقى موجوده بين الفلقات في تجويف خاص بيها بترقد فيه علشان الفلقات ما تتلفش الخلايا المرسميه بتاعت الريشه. وبكده احنا اتعرفنا على شكل البذره والعلامات المميزه اللي موجودة على القصرة اللي هي جيب الجزير وسرة. فاضل ان احنا نحدد طبيعة القصرة، عشان اقدر احدد طبيعة القصرة لازم اجيب بذور منقوعة علشان تكون القصرة لانت، واقدر افصلها وامسكها بين اصابعي كده، فبلاحظ ان القصرة بتكون جلدية سميكة، وبازالة القصرة عن البذرة المنقوعة بلاقي موجود اسفل منها الجنين، يعني موجود داخل القصرة بمعنى اصح موجود الجنين فقط، مفيش عندي نسيج اندوسبرم. ليه؟ لان الجنين في الفول اثناء نموه بيستهلك النسيل او يكون لسه نموه ما اكتملش، فيقوم يستهلك الغذاء المخزن في الاندوسبرم كله والزياده يخزنها في الفلقات بتاعته، يعني بيستهلك الغذاء اللي في الاندوسبرم عشان يكمل نموه، واللي بيفضل من الاندوسبرم بيسحبه ويخزنه في الفلقات بتاعه الجنين. وعلشان كده لما بشيل القصره بلاقي تحتها الجنين فقط، والجنين هنا مكون من محور جنيني اللي هو انا بشاور عليه بالمؤشر ده وزوج من الفلقات، يعني البذره ذات فلقتين، بلاحظ ان الفلقات بتكون سميكة ومتشحمة. ليه؟ نتيجة تخزين الغذاء في الفلقات، الجنين اثناء نموه سحبه من الاندوسبرم، خد جزء كمل بيه نموه والجزء الباقي خزنه في الفلقات، فاصبحت الفلقات سميكة ومتشحمة. وبنلاحظ ان المحور الجنيني في جزء منه بيبقى بارز خارج الفلقات اللي هو الجزير والسويقة تحت فلقية اللي انا اشرت لهم هنا في الصورة اللي فوق، اما السويقة فوق الفلقية والريشة فبيكونوا موجودين بين الفلقات، الفلقات مطبوقة عليهم، لكن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الريشة اللي خلاها بيكون مرسمية ورهيفة كده وموجودة بين فلقات سميكة جدا طبق عليها، ربنا سبحانه وتعالى اوجد في الفلقات تجويف في المكان اللي هتبقى موجود فيه الريشة علشان الريشة ترقد فيه، يعني نلاحظ الفلقة دي، الفلقة اللي موجودة امامي هنا بيبقى
بيبقى فيها تجويف الريشة رأدة فيه، والفلقة المقابلة موجود تجويف آخر مطابق لشكل الريشة علشان لما تنطبق فوق الفلقة التانية ما تعملش أي ضغط على الريشة وتتلفها. فدي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. هنا جايب لكم أنا رسمة لجنين الفول علشان يوضح لي تركيب الجنين بشكل أكثر يسرا وسهولة. بلاحظ أن الجنين هنا هو بيكون من محور جنين اللي أنا ماشي عليه بالمؤشر ده، تمام؟ هذا المحور الجنيني بينتهي من أسفل بالجزير وبينتهي من أعلى بالريشة اللي أنا واقف عليها بالمؤشر ده، والمحور الجنيني بيتصل بالفلقات بعنقين صغيرين بنسموهم العنقين الفلقيين، وسبق وقلت قبل كده أن العنقين دول بيتصلوا بالمحور في نقطة محددة بنسميها العقدة الفلقية، ودي بتخلي المحور الجنيني يتقسم لجزئين، جزء موجود أسفل العقدة الفلقية وبينتهي بالجزير بنسميه السويقة تحت فلقية، والجزء الثاني موجود أعلى العقدة الفلقية وبينتهي بالريشة فبنسميه السويقة فوق الفلقية. وطبعا المحور هنا متصل بفلقتين والفلقات باين أنها سميكة ومتشحمة. لما يجي يطلب مني بقى في العملي أن أنا أوصف بذرة معينة زي بذرة الفول ويقول لي أوصفها وصف نباتي كامل مع الرسم، ما تخضش. واحد يقول لي طب اوصفها ازاي، ما انا لازم اقعد اتكلم عن شكلها وان هي مستطيله وجانبين ضيقين وعلى احد اطرافها موجود السره الهلاليه الشكل واحد الجوانب الضيقه بيبقى موجود على انتفاخ مثلث بيخفي تحت الجزير او بيحدد موضوع الجزير، والقصره طبيعتها ان هي جلديه سميكه، واقعد اشرح تركيب الجنين. لا 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 لا، كل الكلام ده مش مطلوب. احنا هنقولك على طريقه بسيطه تسهل عليك الوصف، انما اللي انا بعمله ده هو شرح عشان افهم كل جزء من اجزاء البذره وتركيبها بمنتهى الدقه. لما تيجي توصف بقى البذره بنقولك وصفها كتابه من حيث عدد الفلقات اللي بيكون منها الجنين ووجود او عدم وجود الاندوسبرم. فالبذره اللي موجوده امامي دي هي بذره الفول، الجنين فيها مكون من فلقتين والغذاء متخزن في الفلقات، يعني مفيش نسيج اندوسبرم. اقوم اوصفها كتابه اقول ايه، البذره ذات فلقتين لا اندوسبرميه، بس ما زودتش في الكتابه اكتر من كده. يبقى كتابه اوصف عدد الفلقات اللي بيكون منها الجنين واقول في اندوسبرم او مفيش اندوسبرم. فبذرة الفول بنقول بذرة ذات فلقتين لا اندوسبرمية او عديمة الاندوسبرم. قول لي كده طب الوصف خلص؟ لا ما خلص، ما بقول لك مع الرسم. فهاجي انا اختار بعض الرسومات اللي موجودة عندي وارسمها هتغنيني عن كتابة كلام كتير. يعني اجي ارسم مثلا شكل البذرة زي ما في الصورة اللي قدامي هنا اللي بشاور عليها بالمؤشر دي، بتوضح لي ان البذرة شكلها مستطيل تقريبا ولها جانبين ضيقين، وبعدين ارسم الرسمة التانية اللي بعد منها اللي بوضح عليها ان موجود على احد اطراف البذرة نتبة سوداء هلالية الشكل اللي بنسميها السرة، وبعدين ارسم البذرة في وضع جانبي عشان ابين الانتفاخ اللي موجود على احد الجوانب بتوعها اللي بنسميه جيب الجزير بيخفي تحت منه الجزير. وممكن ارسم الرسمة دي كمان علشان اوضح ان القصرة بعد ما بنشيلها بنلاقي موجود تحت منها الجنين، والجنين هنا بيكون من فلقتين مطبوقين على بعض وبارز من بينهم الجزير، اما الريشة فبتبقى موجودة في الداخل. وبعدين ارسم الرسمة بتاعت الجنين دي اللي بتوضح تركيب الجنين بالتفصيل، ان هو مكون من محور جنيني والمحور الجنيني بيتصل بزوج من الفلقات، الفلقات بتكون سميكة ومتشحمة نتيجة تخزين الغذاء، يعني مفيش عندي اندوسبرم، واكتب البيانات عليه الريشة احدد موضعها والجزير والسويقة تحت فلقية والسويقة فوق الفلقية. ابقى انا كده وصفت البذرة وصف كامل بان انا اتكلمت عن عدد الفلقات اللي بيكون منها الجنين ووجود او عدم وجود الاندوسبرم، ثم رسمت رسومات وكتبت عليها البيانات دي بتغنيني عن كتابة كلام كتير في الوصف. ننقل بعد كده لنوع تاني من البذور اللي هي بذرة القطن. وبذرة القطن زي ما انا شايف امامي البذرة دي طبعا مجموعة من الرسومات علشان نوضح بها شكل وتركيب البذرة. الرسمة الاولى هنا بتوضح لي ان بذرة القطن بتكون بذرة كمثرية الشكل، يعني لها طرف عريض والطرف الاخر بيكون مدبب. بذرة القطن بتتميز بان بيوجد عليها نوعين من الشعيرات، شعيرات رفيعة وطويلة وسهلة الفصل عن القصرة، دي بنسميها التيلة، وشعيرات تانية اللي هي ظاهرة عندي هنا عاملها على شكل نقط، دي بتكون شعيرات دقيقة وصعبة الفصل، ما بتتفصلش غير بالطرق الميكانيكية وبنسميها الزغد. والزغد ده بيختلف توزيعه على البذرة باختلاف الأصناف، لكن كل ده ما يهمنيش. أنا يهمني هنا أن أنت تحدد لي الشكل وطبيعة القصرة والعلامات المميزة اللي بتوجد عليها. فالشكل بيكون كمثري زي ما أنا شايف قدامي. القصرة عشان أحدد طبيعتها برضو بجيب بذور منقوعة تكون اتنقعت فترة في المية وأفصل القصرة عنها، فأطلع
بنلاحظ ان القسره بتكون جلديه وسميكه. من العلامات المميزه اللي موجوده على القسره ان بيوجد عليها خط طولي بيمتد من الطرف المدبب لاكثر من ثلثي طول البذره، ده بنسميه الرافي اللي هو رقم 3. ده الرافي طبعا احنا قلنا قبل كده ان هو بيمثل اثر اتصال الحبل السري بالغلاف الخارجي للبويضه المنعكسه او نص المنعكس. فالبذرة هنا بتاعت القطن نتجت من بويضة منعكسة، فالحبل السري بيبقى متصل بجزء كبير من الغلاف البذر بتاعها. وعشان اتعرف على تركيب البذرة بطريقة صحيحة وسليمة بجيب بذور منقوعة علشان تكون شربات المية والقسرة لانت واقدر افصلها عن البذرة بسهولة، فبلاحظ ان القسرة بتكون جلدية سميكة. وبعد ما اشيل القسرة بلاقي التركيب ده موجود تحت القسرة، فبلاحظ ان اول طبقة منه بتكون عبارة عن غشاء رقيق ابيض، يعني بعد ما اشيل القسره بلاقي تحت منها غشاء رقيق ابيض بيحيط بالجنين احاطه تامه. هذا الغشاء الرقيق بنسميه الشفاف، يعني انا اعطي له هنا رقم 5، رقم 5 هنا الشفاف تيجمن، وهذا الشفاف عباره عن بقايا نسيج الاندوسبرم. عشان ما حدش يقول لي ده تركيب جديد ما قلتلناش عليه في التركيب العام للبذره، اي نعم هي حاجه جديده ظهرت عندي، بس ده بيمثل لي بقايا نسيج الاندوسبرم. ازاي بقى؟ الجنين اثناء تكوينه بيتغذى على نسيج النيوسيلا. نسيج النيوسيلا اللي موجود في البويضه اللي بتنشأ منها بذره القطن بيكون غير كافي لتغذيه الجنين حتى اكتمال تكوينه، فيقوم الجنين يسحب الغذاء اللي متخزن في الاندوسبرم عشان يستخدم جزء منه في اكتمال نمو اجزائه، والزياده يخزنها في الفلقات اللي هي جزء من الجنين، فيختفي نسيج الاندوسبرم ولا يتبقى منه سوى الشفاف اللي هو بيبقى على هيئه غشاء رقيق ابيض. بنلاحظ ان بيوجد فوق الشفاف ناحيه الطرف العريض بتاع البذره كتله صغيره كده بيكون لونها بني او اسمر، دي بنسميها الكلازه، ودي بتمثل لي بقايا الكلازه اللي كانت موجوده في البويضه. تمام، لما اشيل الشفاف والكلازه اللي موجوده عليه بلاقي موجود تحت منهم الجنين. الجنين هنا بيتكون من فلقتين ومحور جنيني. الفلقتين بتوع بذره القطن بيكونوا مطبوقين ومطويين على بعض عده طيات بحيث يعملوا لي الشكل الكمثري اللي انا شايفه قدامي هنا، وبيبقوا متصلين بالمحور الجنيني. جزء من المحور الجنيني اللي هو انا بشاور عليه بالمؤشر ده، الجزء المدبب ده بيكون عباره عن الجزير والسويقه تحت الفلقيه، اما الريشه والسويقه فوق الفلقيه فبيبقوا موجودين بين الفلقات من الزهرين، وبيبقى حجمهم دقيق جدا، يعني الجزير والسويقه تحت الفلقيه بيكون حجمهم اكبر بكتير من الريشه والسويقه فوق الفلقيه، لان الريشه والسويقه فوق الفلقيه بيبقى صعب جدا رؤيتهم بالعين المجرده، حجمهم دقيق. ده معناه ايه؟ ان عند انبات هذه البذرة هيكون نمو الجزير والسويقة تحت الفلقية أسرع بكتير من نمو السويقة فوق الفلقية والريشة، وده هيخلي الإنبات في هذا النوع من البذور إنبات هوائي. لو نظرت على الصورة اللي أمامي هنا ودي بتمثل لي بذرة في بداية إنباتها، بلاحظ إن أول جزء بيخرج من البذرة عند الإنبات هو الجزير. أي نوع من البذور عند إنباته أول جزء بيخرج منه هو الجزير اللي هو الجزء اللي أنا بحدده بالمؤشر ده اللي أعطيله رقم 7، ده أول جزء بيخرج من البذرة وبينمو متجها إلى أسفل داخل التربة باستمرار نموه، طبعا هيكون لي المجموع الجذري. ليالي خروج الجزير في بذرة القطن خروج السويقة تحت فلقية اللي هو الجزء اللي أنا محدده بالسهمين دول، ده عبارة عن السويقة تحت فلقية، وبلاحظ من خلال مقارنة طولها بطول الجزير إن هي بتكون أكثر طولا، يعني نموها بيكون سريع وبتستطيل بمعدل كبير جدا، وطبعا هي سويقة والسويقة تصغير ساق، فالساق بتتجه نموها لأعلى، فالسويقة لما بتنمو وتستطيل بتتجه نحو سطح التربة وبتسحب معها بقايا البذرة اللي هي القسرة والفلقات وبينهم الريشة والسويقة فوق الفلقية لحد ما تظهر فوق سطح التربة، وبعد ظهورها فوق سطح التربة وتتعرض الفلقات للضوء بتقوم الفلقات تنفرج عن بعضها فتظهر بقى الريشة والسويقة فوق الفلقية ويبدأوا في النمو. فطبعا هنا الإنبات بيكون إنبات هوائي لأن الفلقات ظهرت فوق سطح التربة. إيه اللي خلاها ظهرت فوق سطح التربة؟ إن السويقة فوق الفلقية بتكون دقيقة ونموها متوقف، أما السويقة تحت الفلقية فبتكون كبيرة ونموها بيكون سريع وبتتجه في نموها الأعلى ناحية سطح التربة فتسحب معها الفلقات حتى تظهر فوق سطح التربة. دي حاجة نديتها لك بس ايه كنبذة بسيطة كده لحد ما نتكلم عن الانبات، علشان لما نيجي نتكلم عن الانبات تبقى العملية مفهومة واضحة بالنسبة لك. نيجي بقى لأهم نقطة اللي هي الوصف. لو طلب مني ان انا اوصف بذرة القطن وصف نباتي كامل مع الرسم هعمل ايه؟
نفس الكلام اللي انا قلته في بذرة الفول، بوصف البذرة من حيث عدد الفلقات ووجود او عدم وجود الاندوسبرم، وبعدين بكمل الوصف بتاعي برسومات اكتب عليها البيانات تغنيني على اني اكتب كلام كتير في عملية الوصف. هطبق برضو بنفسي علشان اثبت المعلومة في ذهنك. لما اجي اوصف بذرة القطن هقول البذرة ذات فلقتين لا اندوسبرمية. هي لا اندوسبرمية ليه؟ هو الاندوسبرم متكون في البداية، لكن الجنين أثناء تكوينه بيستهلك النوسيلة ما بتكفهوش إنه يكمل نموه، فبيستهلك الاندوسبرم علشان يكمل نموه أجزاؤه الزيادة خزنها في الفلقات، فاختفى نسيج الاندوسبرم ولم يتبقى منه سوى غشاء رقيق اللي سميناه الشفاف. يبقى البذرة تاني بذرة ذات فلقتين لا اندوسبرمية، تمام؟ أعمل إيه بقى بعد كده؟ أروح راسم الثلاث رسومات اللي موجودين قدامي هنا دول وأكتب عليهم البيانات علشان أبين شكل البذرة بذرة والعلامة المميزة اللي موجودة عليها اللي هي الرافي، وبعد كده بذرة بعد نزع القصرة علشان أبين إن تحت القصرة بيبقى موجود الشفاف اللي هو بيمثل بقايا النوسيلة وموجود عليه بقايا الكلازة، ورسمة تانية بتبين تركيب الجنين اللي هو عبارة عن فلقات منطبقة ومطوية على بعضها عدة طيات بيبرز خارجها السويقة تحت الفلقية والجزير، أما الريشة والسويقة فوق الفلقية فبيكون حجمهم دقيق وموجودين بين الفلقات غير ظهري. ننتقل لنوع ثالث وهي بذرة الخروع، وزي ما انا شايف في الرسومات اللي معروضة امامي هنا ده رسم ثلاثي الابعاد وده رسم ثاني مبسط عشان اوضح بيه تركيب البذرة. بنقول ان البذرة من حيث الشكل العام بيكون شكلها مائل للإصطالة، لها سطحين عريضين، ده سطح والسطح الاخر في الجهة المقابلة وجانبين ضيقين، والقصرة بتاعتها بيكون قصرة خشبية هشة، يعني قصرة خشبية رقيقة سهلة الكسر عند الضغط عليها، لكن بيوجد على هذه القصرة نقوش زي ما انا شايف في الرسومات اللي موجودة قدامي بتدي لها مظهر مميز، علاوة على ان القصرة بتبقى مغطاة بطبقة شمعية رقيقة، وهذه الطبقة الشمعية بتدي لها مظهر لامع، لكن بتعمل مشكلة للبذرة لان البذرة لما باجي ازرعها بتمتص الماء عشان ينشط الانزيمات اللي موجودة في البذرة، تقوم تحلل الغذاء المخزن في الاندوسبيرما او الفلقات وتحوله صورة بسيطة يقدر الجنين يمتصها ويستخدمها في نموه. فوجود الطبقة الشمعية بيعوق نفاذ الماء من خلال القصرة. المنفذ الوحيد اللي ممكن يدخل الماء فيه الى بذرة الخروع هي فتحة النقير الدقيقة، دي فتحة دقيقة جدا، فبيكون دخول الماء بطيء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حبى هذه البذرة بتركيب اضافي يحل مشكلة دخول الماء الى داخل البذرة ويسعف الجنين النامي بدخول المية، وهو البسباسة، هذا التركيب الاضافي اللي بيميز بذرة الخروع عن اي نوع من البذور. والبسباسة دي عبارة عن كتلة اسفنجية نشأت من قاعدة الحبل السري. احنا عارفين ان البذرة بتبقى متصلة بجدار المبيض بواسطة الحبل السري، فقاعدة الحبل السري بتنتفخ وتتحول الى تركيب اسفنجي القوام بيلتصق بالبذرة التصاق شديد، بحيث لما افصلها عن جدار الثمرة بيطلع هذا التركيب مع البذرة. فايدته ان عند الانبات بيتشرب المية بكميات كبيرة ويخليها ملاصقة لفتحة النقير علشان يمد البذرة باحتياجاتها من الماء بقدر كافي وبالسرعة الكافية. يبقى البسباسة دي عبارة عن تركيب اسفنجي بيمثل انتفاخ في قاعدة الحبل السري استدام مع البذرة علشان يقوم بامتصاص المية بالقدر الكافي وامداد الجنين باحتياجاته من الماء او امداد البذرة باحتياجاتها من الماء عند الانبات. والدليل على ان البسباسة دي هي جزء من الحبل السري او هي تحديدا انتفاخ في قاعدة الحبل السري ان بيبقى موجود تحت منها السرة اللي بنقول ان هي مكان اتصال الحبل السري بالبذرة، فما دام تحتها السرة هي جزء من الحبل السري. من العلامات المميزة الاخرى اللي موجودة على القصرة في الخروع هو خط طولي بيبقى موجود على احد السطحين العريضين اللي هو بيمثل الرافي، والرافي قلنا ان هو عبارة عن مكان اتصال الحبل السري بالغلاف الخارجي للبويضة التي نشأت منها البذرة، بس مش اي بويضة، البويضة المنعكسة او نصف المنعكسة، وبذرة الخروع نشأت من بويضة منعكسة. عشان اتعرف على التركيب الداخلي لبذرة الخروع اما ان انا اجيب بذرة منقوعة
واشيل الكسره بحذر شديد علشان بيبقى تحت منها تركيب رهيف كده انا عايز اشوفه، فاشيلها بحذر شديد لان بلاقي تحت منها على طول موجود غشاء رقيق ابيض بنسميه الشفاف، زي بذره القطن بالظبط، بس الشفاف هنا مختلف عن الشفاف اللي هو موجود في بذره القطن. في بذره القطن قلنا ان هو عباره عن بقايا نسيج الاندوسبرم، اما هنا الشفاف هو عباره عن بقايا نسيج النيوسيلا، عباره عن بقايا نسيج الايه؟ النيوسيلا. وهنعرف ايه الدليل على انه بيمثل بقايا النيوسيلا مش الاندوسبرم في حاله الخروع. لو انا شلت الشفاف، يعني شلت القسره وبعدين شلت الشفاف بالراحه كده، بلاحظ زي ما انا شايف في الصور اللي معروضه قدامي فوق، بلاقي فيه جزء عجيني سميك مطبوق على بعضه زي الفلقتين بتوع بذره الفول، لكن هو مش عباره عن فلقتين، الجزء العجين السميك ده او الجزء المتشحم السميك اللي مطبوق على بعضه زي ما هو ظاهر عندي في الصوره اهو، اشاور عليه برضه عشان تخلي بالك معايا، ده اهو الجزء اللي انا بقول عليه سميك ومتشحم ومطبوق على بعضه زي الفلقتين بتوع بذره الفول، لكنه هو مش فلقتين، ده عباره عن نسيج الاندوسبرم اللي هو متخزن فيه الغذاء اللازم لنمو الجنين عند الانبات. يعني البذره هنا بذره اندوسبرميه، وجود هذا الاندوسبرم يدل على ان الشفاف ليس بقايا نسيج اندوسبرم لان الاندوسبرم موجود، امال يبقى بقايا ايه؟ يبقى بقايا نسيج النيوسيلا. الجنين هنا وهو بيتكون استهلك الغذاء اللي موجود في النيوسيلا وكان الغذاء كافي لاكتمال تكوين الجنين، وخصوصا ان الجنين زي ما هنشوف في الرسومات اللي عندي بيكون حجمه صغير والفلقات بتاعته بتكون رقيقه فمبقاش محتاج غذاء كتير علشان يكمل هو اجزائه، فالنوسيلا كانت كافيه ان هي تغذيه لحد ما يكتمل تكوينه وتبقى منها جزء على هيئه غشاء رقيق، اما الاندوسبرم فضل موجود زي ما هو علشان يتغذى عليه الجنين عند الانبات. طيب الجنين فين هنا؟ الجنين زي ما انا شايف في الصوره الثانيه لما ضغط على الجزء السميك المتشحم ده اللي هو الاندوسبرم من الطرفين انفصل عن بعضه، بدا ينفصل عن بعضه اهو زي ما انا شايف، وبعدين زودت الضغط فصلته عن بعضه تماما، فلاحظت الجنين موجود بداخله يتكون من الاتي: اولا المحور الجنيني اللي هو الجزء اللي انا بشاور عليه بالمؤشر ده عباره عن المحور الجنيني، المحور الجنيني هنا اللي ظاهر منه الجزير والسويقه تحت الفلقيه، اما الريشه والسويقه فوق الفلقيه ما هماش ظاهرين، صعب رؤيتهم بالعين المجرده، والمحور الجنيني عندي هنا اهو بيتصل بفلقتين، شايفين الفلقتين عاملين ازاي؟ رقيقين جدا على شكل غشائين، ليه رقيقين؟ لان الغذاء اتخزن في نسيج الاندوسبرم خارج الجنين، اصبحت الفلقات رقيقه، انما لو اتخزن في الفلقات كانت الفلقات هتبقى ايه؟ سميكه ومتشحمه وما كانش هيبقى موجود عند نسيج الاندوسبرم. تاني لما بشيل القسره بلاقي تحت منها نسيج الشفاف اللي هو عباره عن غشاء رقيق، وقلنا ان هو هنا بيمثل بقايا نسيج النوسيلا، اما في بذره القطن بيمثل بقايا نسيج الاندوسبرم. بشيل الشفاف بالراحه بلاقي تحت منه جزء سميك ومتشحم على هيئه فلقتين مطبوقين على بعضهم، لكن هم مش فلقات، ده عباره عن نسيج الاندوسبرم اللي انا شايفه في الصوره اللي امامي. لو ضغطت هذا النسيج من الطرفين علشان افصله عن بعضه هلاقي بينفصل على هيئه جزئين بالشكل ده وبينهم موجود الجنين. الجنين هنا بيتكون من محور جنيني صغير اللي انا بشاور عليه بالمؤشر هنا، وهذا المحور بيتصل بزوج من الفلقات، وطبعا انا قلت اتصاله بالفلقات بيخلي المحور يتقسم لجزئين، جزء اسفل موضع الاتصال بالفلقات اللي بنسميه السويقه تحت الفلقيه واللي بتنتهي بالجزير، وجزء تاني اعلى اتصال الفلقات بالمحور اللي هو السويقه فوق الفلقيه والريش، بس اللي انا شايفه هنا اللي موجود تحت اتصال الفلقتين بالمحور اللي هو الجزير والسويقه تحت الفلقيه، اما الريشه والسويقه فوق الفلقيه فمش ظاهرين، بيكون حجمهم دقيق جدا وصعب رؤيتهم بالعين المجرده، وده يديني مؤشر زي ما انا قلت في بذره القطن ان عند الانبات هيكون نمو الجزير سريع يليه نمو السويقه تحت الفلقيه، اما السويقه فوق الفلقيه والريشه بيكون نموهم متوقف، وده هيخلي الفلقات تظهر فوق سطح التربه، وتفضل الريشه والسويقه فوق الفلقيه نموهم متوقف لحد ما تظهر الفلقات وتنفرج عن بعضها، فتقوم السويقه فوق الفلقيه تبدا في النمو، فكون ان السويقه فوق الفلقيه والريشه يبقى حجمهم دقيق جدا على عكس السويقه تحت الفلقيه والجزير بيكون حجمهم كبير، ده اللي بيخلي الانبات يبقى انبات هوائي، لان نمو السويقه تحت الفلقيه هيكون سريع والسويقه فوق الفلقيه متوقف، فهيؤدي ذلك الى دفع الفلقات وظهورها فوق سطح التربه. نيجي بقى على الرسومات علشان نوضح التركيب بعد ما شفنا على الصور اللي موجوده قدامي. لو انا عملت قطاع طول
لي كده عمودي على السطح العريض هقسم بذرة إلى نصفين. لو بصيت على واحد منهم هلاقي الطبقة الخارجية اللي بتمثل لي القشرة موجود تحت منها طبقة رقيقة تانية اللي هي الشفاف، وبعد الشفاف بيبقى موجود عندي نسيج الاندوسبرم اللي هو أخذ اللون اللبني ده، وما بين طبقتي نسيج الاندوسبرم بيبقى موجود عندي الجنين اللي هو بيتكون من محور جنيني صغير بيبرز منه خارج الفلقات الجزير والسواقة تحت الفلقية. أما الريشة والسواقة فوق الفلقية بيبقى حجمهم دقيق وبيبقوا موجودين ما بين الفلقتين، والفلقتين هنا بيكونوا رقيقين جدا على هيئة أغشية رقيقة ومنطبقة على بعضها ما بين طبقتي نسيج الاندوسبرم. طب لو أنا عملت القطاع طولي بشكل عكسي، يعني عملته قطعت البذرة طوليا بشكل موازي للسطح العريض، هو مقسمها لنصين بالشكل ده، ده واحد منهم. الطبقة الخارجية هنا بتمثل لي القشرة، يليها الطبقة التانية دي بتمثل لي الشفاف اللي أنا بوقف عليه بسن المؤشر، ثم الاندوسبرم، ثم بيظهر عندي الجنين بالشكل ده. شايف أنا فلقتين رؤيئين جدا مطبوقين على بعض، وبارز خارج الفلقتين الجزير والسواقة تحت الفلقية، أما الريشة دي ما بتبقاش ظاهرة لأنها بتبقى موجودة ما بين الفلقتين. لو طلب مني إن أنا أوصف البذرة وصف نباتي دقيق مع الرسم أوصفها إزاي؟ قلنا هنوصفها من حيث عدد الفلقات ووجود أو عدم وجود الاندوسبرم، ثم نرسم رسومات توضيحية توضح لي تركيب البذرة ونكتب عليه البيانات علشان ده بيغنيني عن إن أكتب كلام كتير. فأقول البذرة هنا بذرة ذات كم فلقة؟ ذات فلقتين. اندوسبرمية ولا لا اندوسبرمية؟ لا اندوسبرمية. هنا البذرة بتحتوي على نسيج الاندوسبرم، يبقى بذرة ذات فلقتين اندوسبرمية. وارسم ثلاث رسومات بيوضحوا لي الشكل العام بتاع البذرة واكتب عليه البيانات زي ما رسم فوق هنا أو هنا. ده طبعا الرافي، ودي القصرة المزركشة، ودي عبارة عن البسباسة، وهنا ده قطاع طولي موازي للسطح العريض علشان أبين التركيب بتاع البذرة من الخارج للداخل. القصرة أول طبقة، بعد منها بيبقى في طبقة تانية رؤية بتمثل الشفاف، بعد كده الطبقة الموف دي اللي هي نسيج الاندوسبرم، ثم هنا الفلقات عبارة عن فلقتين مطبوقين على بعض، وبارز بره منهم الجزير والسويقة تحت الفلقية، هنا في عندي البسباس، وده عبارة عن قطاع طولي عمودي على السطح العريض بيبين لنفس التركيب اللي أنا لاحظته في القطاع الموازي للسطح العريض. كده يبقى احنا خدنا ثلاث أمثلة لتركيب البذور في بعض نباتات ذوات الفلقتين، منها بذور ذات فلقتين لا اندوسبرمية وبذور ذات فلقتين اندوسبرمية. قاتل هم اللي أحب أشيرها هنا إن حجم الجنين في البذور الاندوسبرمية بيكون أصغر بكثير من حجم الجنين في البذور عديمة الاندوسبرم. فلو نظرنا على حجم الجنين هنا في بذرة الخروع كمثال البذور الاندوسبرمية بنلاقيه صغير جدا لأنه بيتكون من محور جنيني صغير وزوج من الفلقات الرقيقة جدا منطبقة على بعضها. ولو قارناه بقى بالجنين في بذرة عديمة الاندوسبرم زي بذرة الفول بنلاقي حجم الجنين أكبر بكثير من حجم الجنين في بذرة الخروع اللي هي بذرة اندوسبرمية. ليه؟ لأن الجنين هنا في بذرة الفول بيكون من محور جنيني كبير وواضح ومميز بيتصل بزوج من الفلقات، والفلقات هنا سميكة ومتشحمة نتيجة اختزان الغذاء فيها. فاللي بيخلي حجم الجنين هنا كبير وواضح بالمقارنة بالبذور الاندوسبرمية إن الغذاء بيتخزن في الفلقات نفسها. وده هيخليني أطرح سؤال هنا مهم وجبناه في بعض الامتحانات، بنقول علل تعتبر البذور عديمة الاندوسبرم أكثر رقيا وتقدما من البذور الاندوسبرمية. ده في الحقيقة بيرجع لثلاث أسباب. السبب الأول اللي احنا قلناه من شوية إن حجم الجنين في حالة البذور عديمة الاندوسبرم بيكون أكبر بكثير من حجم الجنين في البذور الاندوسبرمية، وبالتالي بيكون الجنين في البذور عديمة الاندوسبرم أقوى وأكثر قدرة على النمو وأسرع في نموه من الجنين في البذور الاندوسبرمية. السبب الثاني إن في حالة البذور عديمة الاندوسبرم بيكون الغذاء مخزن في الفلقات اللي هي جزء من الجنين، وبالتالي بيبقى سهل على الجنين إنه يحصل على احتياجاته الغذائية. أما في حالة البذور الاندوسبرمية الغذاء مخزن في الاندوسبرم بعيد عن الجنين أو خارج الجنين، فده بيحتاج بذل مجهود أكتر من الجنين علشان يحصل على احتياجاته الغذائية، يقوم بإفراز إنزيمات علشان تقوم بتحليل الغذاء المخزن في الاندوسبرم الأول وتحويله لمواد بسيطة ثم يقوم بامتصاصه. بالظبط زي ما قارن بين فردين، واحد منهم رايح شغله ومعاه السندوتشات بتاعته
حاططها في الشنطه، واحد تاني راح من غير سندوتشات، ده جاع وده جاع، فهتلاقي اللي معاه سندوتشات بيمد ايده على طول في الشنطه بيطلع الاكل بتاعه وبياكل وبيفوق وينشط ويشتغل، اما التاني فمحتاج ان هو يخرج من العمل بتاعه ويروح مكان يشتري منه الاكل ويرجع تاني علشان ياكل وهكذا، وده بيخسر وقت وجهد كبير. السبب الثالث هو ان بعض البذور الاندوسبرميه وخاصه البذور الزيتيه اللي هي بيكون معظم الغذاء اللي مخزن في الاندوسبرم عباره عن زيوت، بيكون الغذاء المخزن اللي فيها عرضه للتلف بفعل الاكسده وسط تشين هواء الجو، فبيحصل لها تزنخ ويموت الجنين. ده ما بيحصلش في حاله البذور عديمه الاندوسبرم. تاني هقول بنقول السؤال بيقول علل تعتبر البذور عديمه الاندوسبرم اكثر رقيا وتقدما من البذور الاندوسبرميه. هقول فعلا البذور عديمه الاندوسبرم اكثر رقيا وتقدما من البذور الاندوسبرميه، وده بيرجع لثلاث اسباب رئيسيه. السبب الاول ان حجم الجنين في البذور عديمه الاندوسبرم اكبر بكثير من حجم الجنين في البذور الاندوسبرميه، وبالتالي بيكون الجنين في البذور عديمه الاندوسبرم اقوى واكثر قدره على النمو واسرع في نموه من الجنين في البذور الاندوسبرميه. السبب الثاني ان في البذور عديمه الاندوسبرم بيكون الغذاء مخزن في الفلقات اللي هي جزء من الجنين، فبيبقى سهل على الجنين انه يحصل على احتياجاته بسرعه مقارنه بالجنين في البذور الاندوسبرميه. السبب الثالث ان بعض البذور الاندوسبرميه وخاصه التي تحتوي على غذاء مخزن في صوره زيوت زي بذور خروع، بيكون الغذاء المخزن فيها عرضه للتلف بفعل الاكسده بواسطه اكسجين الهواء الجوي، مما يعرضه للتزنخ وبالتالي يسبب موت الجنين. هكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضره، واللي غطينا فيه تركيب البذور في بعض النباتات ذوات الفلقتين وهي الفول والقطن والخروع، ونكمل شرح تركيب بعض البذور في نباتات ذوات الفلقة الواحدة في جزء ثالث. وإلى أن ألقاكم في هذا الجزء أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.